شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العامله والشباب والرياضه في مجال تدريب وتشغيل وتنميه مهارات الشباب. يستهدف البروتوكول تقديم افضل الخدمات للشباب من خلال اعداد ملتقيات التوظيف المشتركه ميدانيا والكترونيا لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفه. يُلزم البروتوكول وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة ملتقيات التوظيف والدورات التدريبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، وتوفير المدربين المعتمدين والمديريات التابعة لها لتقديم التدريبات المشتركة في مختلف مجالات التعاون.